من ضمن اللعيبه اللي اتكلمت برضو او اللعيب الثاني احمد نبيل كوكا، لعيب شاب في منتخبنا الاولمبي، من يعني من اهم اللعيبه اللي موجودين في المنتخب الاولمبي واللي بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا ميكالي. اتكلم برضو وقال بعض التصريحات، قال تلقيت عروضا للرحيل على سبيل الاعاره وكنت ارحب بالخروج معارا، ولكن كولر تمسك بوجودي في الفريق ورفض اعارتي لاي نادي واكد لي انني لاعب مهم ولي دور مع الفريق. في بدايتي مع موسيماني ظهرت في مركز الظهير الايسر، وكنت اتمنى اللعب في مركز الوسط المدافع وهو المكان المفضل بالنسبه لي. مثل الاعلى محليا الكابتن احمد حسن وعالميا كانتي، وياسر رضوان هو اهم مدرب في مرحله الناشئين بالنسبه لي الذي ساعدني كثيرا وساهم في تصعيدي للفريق الاول. تعرضنا لانتقادات كثيره خلال التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا مع المنتخب الاولمبي رغم الفوز في معظم المباريات، لكن مع بدايه البطوله بالمغرب حصلنا على دعم كبير. اختيار اللاعبين الثلاثه الكبار في الاولمبياد بيتسائل طبعا، فقال لك الامر لا يشغلني او يشغل اي لاعب حاليا، ما زال الحديث مبكرا حول هذا الملف، واي لاعب سينضم من العناصر اصحاب الخبرات سيكون اضافه بكل تاكيد. في نقطتين مهمين جدا عايز اعلق عليهم على كلام احمد نبيل كوكا. طبعا احمد من الناس اللي هم مؤدبين جدا، شفناه بدايته بتكلم مع موسيماني ان هو ابتدى كباك شمال وخد فتره من الفترات كباك شمال، ولكن هو بيفضل اللعب في وسط الملعب. زي ما بقول هو لعيب مهم جدا بالنسبه للمنتخب الاولمبي، من يعني يعتبر بيلعب ولعب اكتر من زمايله، كلنا عارفين ان مش كل الناس اللي موجوده في المنتخب الاولمبي بتشارك يعني بصفه مستمره، في لعيبه منهم بتشارك على فترات متباعده. طبعا وجود احمد نبيل في النادي الاهلي واختلاطه باللعيبه الدوليين والخبرات الكبيره اللي يعني معاهم كل يوم اكيد ديت بتفيده، ويعني بينقل الخبرات دهيت للعيبه زمايله اللي حواليه في المنتخب الاولمبي. يمكن حته المنافسة هتبقى بالنسبة لأحمد نبيل كوكا هي صعبة جدا، ولازم أحمد نبيل يبقى فاهم الموضوع دوت. كوكا من اللعيبة اللي هي عايزة تعمل كل حاجة وبيهين نفسه في الملعب، وهو دوت اللعيب اللي احنا بنقول عليه هو اللعيب اللي هيجي منه، اللعيب اللي بيهين نفسه في التدريبات، بيهين نفسه في الماتشات، بينزل الماتش عايز يطلع يبقى عامل أحسن حاجة يقدر يعملها، لأن طبعا بيلعب معاه في النادي الاهلي يعني ما شاء الله، يعني بيلعب معاه السولية وبيلعب معاه ديانج ومام عاشور وكريم نيدفيد ومروان عطية، الموضوع بالنسبة له موضوع صعب جدا، فلازم يبقى فاهم ان لازم يعني اذا كان بيقدم 100% فلازم يقدم 200 و300%. طبعا وجوده وعدم خروجه للاعاره، وان مارسيل كولر شاف ان هو لا هو هيحتاجه في فتره من الفترات، وجوده في النادي الاهلي مهم، وبالتالي الراجل رفض. هتيجي مثلا تتكلم على الناحيه الثانيه، لو كنت مثلا هتكلم مدرب المنتخب الاولمبي ميكالي هتقول له كنت تتمنى ايه؟ اكيد طبعا الراجل كان هيتكلم من وجهه نظره ومصلحته، كان هيقول لك لا يا ريت كان يطلع كان يلعب كان يشارك اكتر من كده، ده كان هيفيدنا عنه. ولكن لازم احمد نبيل يبقى عارف ان هو الثقه الكبيره بتاعه مارسيل كولر ديت لازم تبقى هو قدها، ولازم يموت نفسه ويعني يحسس المدرب ويوصل له ان قراري ان انا ابقى عليه جوه الفريق ده كان قرار صائب. اتكلم في نقطه مهمه جدا 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 برضو، اما اتسال على موضوع المنتخب الاولمبي والثلاثه الكبار في الاولمبياد. كلنا عارفين ان انت منتخب الاولمبي ده مواليد 2001، ولكن انت ما بتتاهل اولمبياد كل الناس عارفه ان في ثلاثه، ان ليك حق ان انت بتستعين بثلاثه من اللعيبه الكبار. واضح ان هو كلامه دبلوماسي، كلامه شيك جدا، قال لك الموضوع سابق لاوانه، لان طبعا لسه الاولمبياد يوم تبدا 25/26/7 ل11/8، يعني انت بتتكلم في قرب سنه لسه كامله، فعلا الموضوع السابق لاوانه. ولكن الراجل قال كلمه حلوه قوي، ان اي حد من اللعيبه الكبيره اصحاب الخبرات هيجي وهيبقى موجود، ده اكيد هيبقى
كويس للفريق وهيفيد الفريق. فانا احب دايما اللعيب اللي هو بيتكلم بشياكه، اللعيب اللي هو بيتكلم بطريقه، لان طبعا في فترات سابقه قبل كده سمعنا لعيبه بتطلع بتتكلم وبتقول لا احنا مش محتاجين حد من بره، احنا لا احنا اللعيبه ديت هي اصحاب الانجاز، اللعيبه ديت هي اللي وصلت وبالتالي لازم هي اللي تروح، مش محتاجين مش محتاجين مش محتاجين. انت لما اللوائح بتديك وبتجز لك ان انت جيب لك ثلاثه كبار يساعدوك ويزودوا الفرقه ويعلوا الفرقه والكلام دوت، ايه المشكله ان انت تستعين بالموضوع دوت ما دام ديت لوائح وموجوده؟ وعلى طول احنا دايما بنستعين وبنجيب الخبرات الكبيره اللي من شأنها انها تقوي الفريق. ولكن التصريحات الثانيه اللي هي احنا اصحاب الانجاز ومش محتاجين حد والفرقه كويسه والكلام دوت، تبقى يمكن حتى بعد كده لما بتيجي بتطلب بعض اللعيبه ممكن من الكبار، اللعيبه ما بتكون سمعت التصريحات دي قبل كده، ممكن اللعيبه بتبقى كشة شوية، مش حابة انها تيجي، مش حابة انها تخش وسط المجموعة، لان هي في وقت من الاوقات حست ان هي يعني مش مرحب بيها. فطبعا لازم لعيب الكورة زي ما بيبقى مهندس في الملعب برضو لعيب الكورة لازم يعني يبقى بيتكلم ويبقى عارف برضو هو بيقول ايه.